أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء. أصدرت جمعية بلاستر للروح الناشطة في الرامي، وهي جمعية من تأسيس أمل توبة وابنتها سهام توبة غانم، أصدرت أغنية تحمل اسم اشهد يا زمان. الجمعية التي تشكلت لدعم بنات وشابات من ذوات الهمم عن طريق احتوائهن وتفعيلهن ومحاولة دمجهن في المجتمع، تسعى جاهدة لتنفيذ العديد من المبادرات التي تحقق هذه الأهداف. الجمعية تهدي هذه الأغنية التي تحمل رسالة هامة بما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة لكل إنسان يرى في الإنسانية لغة القلوب. للحديث عن هذه الأغنية وعن رسائلها الإنسانية ينضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر كل من جميل رباح من كفر سميع، وهو كاتب وملحن أغنية اشهد يا زمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ جميل. كما ينضم إلينا فرناس غانم من سجور، وهو فنان مشارك بأداء الأغنية. مساء الخير. وزميلك أيضا في الأداء في هذه الأغنية إحسان عثمان من الرامي، مرحبا فيك. أبدأ معك أستاذ جميل رباح، وأنت كاتب هذه الأغنية وملحنها، من وين أجت الفكرة لكتابتها ولتلحينها، وشو الدوافع والأسباب؟ أنا المضبوط بالبداية توجهوا لي بمساعدة أخ عماد غضبان أعضاء الجمعية، قالوا فيها أن إحنا بنعمل أغنية بهدف الجمعية. فهمت توضيح قبل ما نتقدم، عماد غضبان هو متطوع في الجمعية، هو زميلنا متطوع عماد غضبان. أنا من هون بوجه له الشكر، هو بغطي كل الأعمال الفنية ومرافق وداعم، يعني من هون عماد له فضل بكل نشر الأشياء. فأنا فهمت إيش فحوى الجمعية، شو أهداف الجمعية، وتخيلت نفسي أنا يعني كإنسان كإنسان من قلب الجمعية اللي أنا ذوي عندي احتياجات خاصة، حكيت لهم كأني أنا والأنا لقيت بالأغنية كدعم إنساني، عمل إنساني، وأنه هذه الجمعية بحاجة لكل واحد يدعم في مجاله، شفت أنا بهذا المجال ممكن أدعمهم، فبكل يعني دعمتهم بكل الحب. سنتحدث أكثر عن كلمات الأغنية وناس توحيتها، ولكن بدي أسأل فرناس غانم، وأنت زوجتك رافقتك على فكرة، هي مش معنا في المقابلة ولكن هي من مؤسسي الجمعية، احكي لنا أولا قبل ما نحكي عن الأغنية، الأغنية شيء من الأشياء اللي بتعملوها طبعا. شو هذه الجمعية بلاستر للروح وأنت أسستوها؟ مشكور كثير. جمعية بلاستر للروح تأسست صار لها تقريب السنة، وهي بتعطي خدمات لبنات ذوي احتياجات خاصة من كل المنطقة، وهي هي المجال الاكثر اللي بتضطر له هو مجال ذوي الاحتياجات الخاصه من كل الاطارات يعني. بس بتركزوا بالذات على البنات والصبايا صح؟ طبعا اكثر شيء على الصبايا، لانه زي ما بتعرف انه الاهل عندهم مشكله، عندهم صعوبه انه يبعثوا بنتهم على اطار اللي هو تعال نقول مش آمن، أو مثلا بأمنوش في هذا الإطار، أو بقدمش الخدمات اللي هن بدهم إياها، أو اللي هن عم بيستخدم اللي هن بيحتاجوها. وزي ما بنعرف إحنا أكثر إشي اللي شددنا عليه في الجمعية هي طريقة المثلث، اللي هي شو يعني؟ يعني المثلث اللي له ثلاث زوايا منشدد كمان على الشخص نفسه، وكمان على الأهل، وكمان على أعضاء الجمعية اللي بتعطي الخدمات. يعني إحنا مش بس بنعطي خدمة للبنت نفسها، كمان بنوجه الخدمات كمان للأهل اللي بيواجهوا كتير صعوبات. هنا بدي أسأل إحسان عثمان عفوا، وين تنضميت للجمعية؟ هذا مش أول مشاركة لك. لا أنا الصراحة أختي هي أحد أعضاء الجمعية، يعني من البنات هون، وهي صراحة كانت أهلي يعني زمان يعني يقعدوا يدوروا على إطار إنه يلاقوا المحل المناسب لهي البنات، فكان صعب نلاقي هيك إشي. تعرف إنه اليوم يعني الواحد مش أي حدا تقدر يتأمن تبعث بنتك هيك محلات. نحكي قديش عمرها أختك؟ خوخة هي عمرها 30 سنة و 31 سنة. شو اسمها؟ 31 خوخة. خوخة خلود. خلود. بدلعوها خوخة. طيب السؤال، لما عائلة في عندها بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة أو صبية في هذا الجيل، كديش وجدتوا في مثل هذه الجمعية بلاستر للروح متنفس أو مكان آمن أو مكان اللي أنت شوكولات مش بكل محل بتقدر تأمن تحطه؟ كديش احكي لنا. كثير كثير محل آمن كثير، يعني لدرجة إنه حتى هي في البيت تغيرت، يعني مثلا يعني صارت حدا مثلا يحب مثلا يعني يفرض يعني شخصيته على يفهمك يعني. السؤال يعني انت شايف مردود ايجابي لمشاركتها في نشاطات كثيره؟ يعني استنى مثلا مرات مثلا نكون مثلا قاعدين مثلا قبل كانت تستحي مثلا مع خلص هي مثلا لحالها، مثلا اليوم لا
صارت تطلع اجتماعية. ايوه بالضبط. بدي ارجع لك استاذ جميل رباح، من انا اخذت اول شيء ليش سميتوها اشهد يا زمان الاغنيه؟ ليش هذا العنوان عطوه؟ شوف انا عاده انه بدي اخذ اغنيه انا بكتب الكلام على اساس ابين العبر لايش للناس. اشهد يا زمان المقصود يعني اشهد يا زمان عليك انا كيف انسان انا اللي انا عندي احتياجات خاصه كيف اوصل اوصلكم ان عندي بامكاني اعمل كل شيء لحالي بمساعده طبعا اللي حوالي الام خاصه وفي عند رب العالمين. فمن هون اجى الوحي تبعي الكلمه. احسان هذا اول مره بتغني ولا لك في الغناء؟ لا انا الصراحه غنيت اغنيه خاصه واغنيه مع مجموعه. وبدي اسال فرناس الاغنيه سنشاهد مقطع منها بعد قليل هي غناء جماعي، شو ردود الافعال اللي وصلتكم من الاهل في الرامي والمنطقه؟ وانت ذكرت انه الجمعيه مش بس بتقدم خدماتها لاهل الرامي او لبنات الرامي، طبعا لكل المنطقه لكل من شو سمعتوا من الناس؟ كل القرى المجاوره كان في اقبال كثير حلو على الغناء. يعني زي بقول لك احنا حبينا نوصل فكره معينه، يعني نوصل صوت البنات انه في طريقه ثانيه، وفش احسن من الغنى لتوصل صوتك للناس. دعونا نستمع الى جانب الى مقطع من اغنيه اشهد يا زمان لجمعيه بلاستر للروح وهي اداء جماعي. عزيمة وإيمان بتشيلوا الصعاب يا أمي. اشهد يا زمان افهم يا إنسان، اشهد يا زمان افهم يا إنسان، والله من خلقه هالعالم مليان، والله من خلقه هالعالم مليان. كان هذا مقطع من أغنية اشهد يا زمان. وبدي أسألك فرناس غانم، مش واحد ولا اثنين يعني مش أربعة ومش خمسة اللي بيشاركوا بالأغنية صحيح. ويبدو إنه يعني في تآلف بين أعضاء الجمعية وحتى الأهل، يعني مش بس فقط البنات أو الصبايا اللي هن بتلقين خدمات هذه الجمعية. نعم، إحنا اللي بيميز جمعيتنا إن مش بس إطار اللي بيجوا البنات يشتغلوا أو يأخذوا خدمات معينة، إحنا عيلة بكل معنى الكلمة. يعني البنات بيجوا كمان أهليهم بيجوا، يعني حتى الأهل صاروا يحبوا يجوا أكثر من البنات، بيجوا على الجمعية وبيدعموا. وحبيت أنا أنوه شغلي إنه الجمعية هي ما فيش التمويل تبع الجمعية هو أكثر على تبرعات وعلى الأشغال اللي بيعملوها بالبنات زي ما شفت في الفيديو. أشغال يدوية شفنا مقطع صغير. هذا هو الدعم الأساسي والرئيسي في الجمعية. وعشان هيك انا بتوجه لكل حدا اللي بيحب يساعد او يدعم. احسان عثمان، كيف تجربه الغناء الجماعي؟ تجربه بتجنن وكثير حلو. وانا يعني كمان بتمنى اي حدا ممكن يقدر وبيقدر يعطي ويدعم الجمعيه او في اي مكان خيري يعني ما يقصر زي بقول. بعيدا عن قصه الجمعيه والمشاركه في نشاطاتها، عندك تطلعات للاستمرار في عالم الفن والغناء؟ اكيد. انا هسه حاليا يعني بتعلم عند الاستاذ، تقدم له تحيه، الاستاذ احمد اسد ابو محمد. بتعلم. شو بتتعلم عنده؟
تحضيرات يعني شايف نفسك يعني تطوير صوت شايف نفسك في هذا المجال؟ ان شاء الله اكيد بدي ارجع لك استاذ جميل رباح. انت قلت انها انه الموسيقى بتوصل رسالة وأيضا هذا قالوا زملائك في الجمعية، إلى أي مدى ترى أنه ممكن فعلا الأغنية واللحن يوصل الرسالة أقوى من الكلام العادي؟ إذا إحنا نختار الكلمة الصح واللحن الصح والصوت الصح بوصل. أنا قبل ما عملت الأغنية سمعت الأصوات، سمعت فرناس والشاب الصغير ديران قبلان، فحسب قلنا عنه هذا الشاب اللي كان في 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 المركز. مين هذا؟ هذا شاب اللي هو انا شفته، انا اول ما شفته وسمعت صوته صوت هذا ولد، هذا بقول لك انه هذا موعده، هذا موهبه واعد واعد ان شاء الله. مين هو؟ شو اسمه؟ اسمه ليران قبلان، شاب كثير. من وين هو؟ من بيت جن. فهو 13 سنه بتوقع، والاخ نفرنا 26 27 سنه. لا فبدك توفق بين الجيلين وتعمل لحن يناسب هذا الجيل ويناسب ذكور وإناث. يناسب الذكور صحيح. فأخذت اللحن اللي هو شرقي والإشي حلو مع الكلمة لبسناه مع بعضه، وإن شاء الله إنه طلع الإشي جدا، بتوقع الإشي جدا. هاي أنا عامل بحياتي مئات الأغاني، عشرات الأغاني إيش أقول مئات. بس أنت عامل عشرات الأغاني، بس أنت بتحكي معي وأنت متأثر. هاي الأغنية بالذات إلى معزة خاصة في داخلي في قلبي. هاي الأغنية بالذات انا بشكل اني تعاطفت، يعني تفاعلت معه، لانه هذا عمل انساني، وبتشوف بتشوف الصبايا اللي بس كانوا كنا نعمل هيك مع بعضنا التدريبات، كيف كله بده يغني، كيف كله بده يحط انا بدي وانا بدي، يعني شيء اعطاني محفز ان اقطع اكثر من الاغنيه كمان. فالناس لابد انه هذه الاغنيه مش هي، يعني انتم ما اقمتوا الجمعيه مشان الاغنيه، لابد انه في مشاريع اخرى. لوين حابين توصلوا؟ شو بتخططوا انت وزوجتك، انت والباقي اعضاء الجمعيه المتطوعين النشطاء اللي معكم، وين حابين توصلوا؟ احنا دائما بندور على اشياء جديده، ما نوقفش على شيء معين، ودائما بنضلنا نفكر شو الاحسن للبنات وشو ممكن نوصل للبنات، ان في اي مجال اللي بدهم يخوضوه، حتى اذا بده يكونوا بالجمعيه ولا بعد ما يطلعوا من الجمعيه، انه يعرفوا يكونوا اتحالهم، يعني يقدروا يدبروا حالهم كمان بريد الجمعيه. الإحسان عثمان، تعرف التطوع قيمة إنسانية كبيرة، إنك تتطوع بدك تعطي من وقتك ومن جهدك وبدك تركز. مش كل الناس عندها ثقافة التطوع، ولكن أنت كشخص يتطوع في الجمعية، أنت وزملائك والآخرين، شو عمل لك هذا؟ أنت كإنسان كبني آدم، غير إنه أختك من الفتيات اللي بحصلنا على خدمات هذه الجمعية، شو 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 بتشعر لما تروح تتطوع؟ اول شيء الاجواء تحت كثير حلوه، وهن كمان يعني خارج عن كمان عن هالولاد، يعني هن كمان بعطوك كثير، يعني حتى بقول لك شخصيتك، حتى انت تعلم منهم اشياء، يعني بتشوف هاي البنات. انت بتقول انا بروح اتطوع مشان اساعدهم، بس انا باخذ منهم مردود ايجابي. اكيد صح، معلوم، يعني حتى هاي البنات يعني صح انه يعني الناس بتشوفها انه هن لا يعني ذو احتياجات خاصه، بس لا، هن كمان كل واحد عنده شخصيتها، كل واحد شو بتحب، و يعني زينا زيهم، فيش فرق، يعني انا بقول فيش فرق، يعني هون كمان واحد بحب هيك بحب يعمل هيك. السيدة كانت تتعلم منه، بتشوف منه قديش هن مثلا يعني عندهم انه حنين، شو بيقولوا، لا انه صح انه عندهم شو بيقولوا مقبلوت، نعم، الاعاقه او ممكن انه، بس بتشوف انه لا مثلا بحبوا يعطوا بحبوا يسووا اكثر من، يعني رغم الصعوبه اللي عندهم بحبوا يعطوا بحبوا يسووا، صح، بدون مقابل صح. استاذ جميل رباح، يعني انت حامل العود من كفر سماع كل هذه المسافه، لابد ان نسمع شيء ان شاء الله. سمعونا ان شاء الله. احنا دائما يعني مع اخوه الشباب نسمع الاغنيه، بحب الاغنيه. لا شو بتبغوا شباب؟ ايش بدكم الاغنيه؟ يلا مقطع اغنيه. الله أعطاني همي بتاع
تعبي هالكون واحكي لكم هالكلمه افهم مضمون الله عطاني همي بتعبي هالكون دعوة امي وربي مع كل المحبة دعوة امي وربي مع كل المحبة ما دام هي جنبي الصعب كلها تهون ما دام هي جنبي الصعب كلها تهون اشهد يا زمان افهم يا انسان اشهد يا زمان افهم يا انسان والله من خلقه العالم مليان والله من خلقه العالم مليان انتو يا خياتي انتو يا خياتي اغلى من عيوني شو بتحتاجوا مني اسألوا بتلاقوني انتو يا خياتي اغلى من عيوني شو بتحتاجوا مني اسألوا بتلاقوني بعطيكم محبي من روحي ومن قلبي بعطيكم محبي من روحي ومن قلبي مادام هي جنبي الصعب كلها تهون مادام هي جنبي الصعب كلها تهون اشهد يا زمان افهم يا انسان اشهد يا زمان افهم يا انسان والله من خلقه هالعالم مليان والله من خلقه هالعالم مليان عندي ساري ما في بقاموسي كلمة مستحيل ما كل أهدافي أنا عندي ساري ما في بقاموسي كلمة مستحيل أنا عندي إيمان بكوني إنسان أنا عندي إيمان بكوني إنسان وعايش بأمان من الله العون عايش بأمان اشهد يا زمان افهم يا انسان اشهد يا زمان افهم يا انسان والله من خلقه العالم مليان والله من خلقه العالم مليان يعطيكم العافيه مجبور اقول لك ككاتب وملحن هذه الاغنيه انا حاولت اكتب من الابيات اللي انت تقولها اخذ بيت مميز ولكن فعلا وصدقا كل مقوله لها وقع ولها تاثير من وين جبت هاي الكلمات قلت لك هذا من حبي لهي الجمعيه وشفت قديش اني كل واحد عبعطي بعطوا من وقتهم كل الاعضاء يعني كلهم فانا اعطيت احسن ما يعني احسن ما عندي من احساس طبعا وصلنا هالكلام لانه الشيء بس فعلا هي كلمات معبره جدا صراحه يعني انا اقول لك يعني اللي بتمعن في الكلمات اللي كتبتها وهنا بدي اسال احسان عثمان اسمعوك الان اهاليكم من منطقه سجور من كفر سميع من الرامه شو بتحب تقول لهم عن هذه الجمعيه شو بتحب تقول للي ممكن انه بفكر انه يتطوع ينضم لكم شو بتحب توصل رساله للشباب وللصبايا أنا بحب أوصل لأنه كل أي إنسان اللي هو بيقدر يعطي وبيقدر يقدم مش مهم شو حتى لو إشي صغير يعني ما يقصرش وانضموا إنا وانضموا نفس الإشي بدي أسألك فرناس غانم شو بتحب تقول للجمهور اللي بيسمعوكم من أبناء الرامي وسجور وكفر سميع والمنطقة كلها في إنه في كثير بنات بحاجة لهيك إطار وبطلب من كل اهل من كل اب من كل ام ان ما تستحيش تبعث ابنها وتاخذ هاي الخطوه وكمان يعني ابواب الجمعيه مفتوحه لهم دائما يعني اللي بحبوا يجوا يتفرجوا ويقعدوا يشوفوا الفعاليات اللي بنعملها في لكم مقار في لكم مواعيد أكيد. اللي تستقبلوا فيه الصبايا والبنات احنا جمعيه بتتواجد من ايام الاحد لايام الخميس من ساعات الصباح من الثامنه حتى الثالثه بعد الظهر وبتعطي جميع الخدمات بما في ذلك وجبات أكل خدمات طبية خدمات ترفيهية كمان احنا كمان بنروح ناخذ البنات مش بس يعني كل الوقت انه هن موجودين في الجمعية بس شغل وبنعطيهم خدمات كمان بنعطيهم اشياء ترفيهية يعني بنرفه عليهم استاذ جميل بقوله انه يعني عظمة الشعوب تقاس بمدى
رعاية هذه الشعوب لضعفائها وللشرائح الضعيفة فيها، فعلا هذا الشيء؟ كل واحد من محله بشوف الإشي هذا أكيد 100% صحيح. يعني كل إنسان بإمكانه يعطي لشريحة معينة شايف إنه ضعيف أو بحاجة لازم يعطيه، من هون بعطي العطاء. أنا بحب وجه بس بالأغنية هاي ما كانتش بتصل بهذا الزخم، بهذا بدون تسجيل دكتور لؤي سعيد استوديو كفر رصيف، دكتور لؤي فهو وزع الأغنية. مضبوط إن الأغنية كتابا ولحنا يعني أنا عملتها، بس التوزيع له كمان أثر الإيجابي. في كمان أشخاص بتحبوا تذكروهم الأخت أمل خازن، لأنه الاستوديو ما بتسع لكل أعضاء. الأخت أمل كمان الفنان أمل خازن كان لها بصمة بدعم الأغنية وكمان عملت جهد كبير، بنوجه الشكر لجاتين طبعا. في كمان ممكن تذكر اسمائهم، في كمان اعضاء اللي شاركوا في الغناي اللي هم زي ما حكيت المتألق الشاب لغان قبلان، وجه له تحية له لأهله الوالد أحمد قبلان والعائلة الكريمة. وطبعا في صبيتين تواجدوا كمان معنا، ليليان فارس وكنار زيدان، وجه لهم كمان تحية. وكل من دعم طبعا للمؤسسات الجمعية سهام مرتي، وجل ألف تحية على الدعم الدائم ولا نهائي وإمها أمل توبي حماتك طبعا. أكيد. وجه تحية كمان لأهلي في سجور، ألف شكر لهم على الدعم. وكمان تحية للأخ الصديق أبو بهاء عماد غضبان على الدعم الدائم خلال المسير. شكرا لحضوركم لاستوديو قناة هلا، كاتب وملحن أغنية اشهد يا زمان الفنان جميل رباح من كفر سميع أتيتنا، فرناس غانم من سجور، وإحسان عثمان من الرامي المشاركين في أداء أغنية اشهد يا زمان. شكرا لحضوركم، ولابد أنه زميلنا مراسلنا في منطقتكم في منطقة الجليل على عماد غضبان سيرافق يعني كل نشاطاتكم، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم، شكرا تلفزيون هلا على المنصة. شكرا لحضورك. وقبل أن نختم، أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي المصرية أن غرة شهر رمضان المبارك هذا العام ستكون يوم 11 من مارس آذار المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد. وأوضح الدكتور القاضي في تصريحات لمصادر إعلامية أن الحسابات الفلكية أظهرت أن أول أيام شهر الصيام سيكون كما أسلف يوم 11 من آذار المقبل، وأن عدة أيام شهر رمضان ستكون 30 يوما. ويأتي هذا الإعلان بعد تردد أقاويل عن احتمالية أن تكون غرة شهر رمضان المبارك يوم 12 من آذار المقبل. ولفت الدكتور القاضي إلى أن الرأي النهائي لموعد شهر رمضان في جمهورية مصر العربية سيكون لدار الإفتاء المصرية في القاهرة، وذلك بعد استطلاع الهلال وبالتنسيق بين هيئة المساحة المصرية واللجان العلمية في المعهد، مؤكدا أن المعهد يمتلك الإمكانيات العلمية والبشرية التي تؤهله لمتابعة الظواهر الفلكية كاملة. كما أكد القاضي أن عدة أيام شهر رجب ستكون 29 يوما وفقا للحسابات الفلكية أيضا التي أعدها المعهد، منوها بأن موعد غرة شهر رمضان المبارك فلكيا ستكون يوم الأحد 11 من شهر شباط القادم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا اليوم. يمكنكم أن تتابعوا كل الأخبار والمستجدات على مدار الساعة عبر موقع بنت وتطبيق بنت. حملوا الآن التطبيق، وحملوا أيضا تطبيق قناة هلا لتحصلوا على البث المباشر وعلى كل برامج قناة هلا المسجلة. بالإضافة إلى ذلك أنتم مدعوون أيضا إلى متابعتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. ابحثوا عنا في الإنستغرام بنت، تيك توك بنت، فيسبوك بنت، وأيضا عبر التليجرام. شكرا لكم على حسن المتابعة، ولكم مني أنا شحادي عازم ومن طاقم البرنامج أطيب المنى، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.